انت كمان ما بتحاكي امك مثلي وبتشكي لها همك؟ لا ابدا، انا حتى ما عندي صوره، ولو كان عندي كنت كبيتهم، لانه هي يلي عملته فينا ما في امي بتعمله. حتى اني ما بحب سمي هديك المخلوقه امي. لا تلفي وتدوري علي وقولي لي شو اللي معصبك. شو حكيتي انت وداود؟ ليكون خبرك شي بخزي النار وانتو ما بدكم تخبروني. لا ما في هيك شي، شو بدنا نخبي عنك؟ يعني أخذ قرارك بأنك تحكي مع جلنار؟ اي نعم، بكفيني العذاب اللي عشته واللي تحملته لهلأ. يمكن حتى لو حكيت ما بكفر عن ذنوبي، بس صار لازم بقى تظهر براءتها وترجع لحضن ولادها. لا تقول هيك عمر، ما في مشكلة، أنا أصلاً ماني كتير مستعجلة، لازم أمشي، بدي روح شوفها لأختي. سيت عليها وعيطت وجرحتها بالحكي، بس بالآخر اقتنعت معي وغيرت رأيها. إيه ألف الحمد لله أختي. وبعدين معك بقى، فرتت أعصابنا وما كنتي تحكي. سهر احكي، ما ضل فكرة سيئة وما خطرت ببالنا. يا ترى وين اختفوا كلياتهم؟ مالي فهمانة، وجلنار طلعت مرعوبة كمان. هلأ منيحة، بس لازم ترتاح شوي، تركتها نايمة. ألف شكر يا رب. الحمد لله مرقت على خير وطمنونا إنه وضعها صار منيح. خلاص روحوا أنتوا، أنا بضل معها. ليش لنروح هلأ؟ بس لتفيق الخالة عائشة منشوفها ومناخدها معنا. هيك بتتأخروا، يعني ما منعرف إمتى ممكن تصحى. يلا عملوا مثل ما عملكم. طيب ماشي، بس إذا احتجتي شي. بعرف، أصلاً ما في حدا غيركم أحكي معه. أول ما تصحى الخالة عائشة حكينا وطمنينا عليها. طبعاً أكيد. يلا صحي أختي، شو يلي كنتي بدك تقولي؟ خلينا نأجل هالقصة، مالي رايقة أبداً لحتى أحكي هلأ، خلوها لبعدين. مثل ما بدك، ديري بالك على حالك. إيه وأنتو كمان. كيف يعني إذا سمعت عنك شي سيء بابا فهمني؟ مين يلي ممكن يجيب سيرتك أو يحكي عليك؟ بابا؟ إذا في حدا مضايقك قلي، لأنه بعرف أنه أنت ما بتضايق حدا. إذا بشوفك بعيوني ما بصدق أنك ممكن تغلط. أنا بعرف منيح مين أبي، ولو كل الدنيا بتحكي عليك بشك بحالي وما بشك فيك. بابا حكي لي، شو يلي مضايقك كل هالقد؟ ما في شي يا ابني، الإنسان بس يكبر هيك بتصير دمعته قريبة وبيتحسس من أي كلمة. ما بعرف يمكن ضايقتك بحكي. لا تواخذني يا ابني، نزعت لك مزاجك. بابا اسمعني، أنا ما بعرف شو يلي مضايقك لحتى قلت هيك، بس يلي بعرفه ومتأكد منه إنه ما في حدا مثلك بكل هالدنيا. أنت أكتر شخص مثالي وصاحب مبدأ شفته بحياتي كلها. أبي أنا مستحيل يغلط بحق حدا. أمي سامحيني، بترجاكي أنا ما كان قصدي زعلك، كنت بدي خلصك من هذا العذاب وفرح لك قلبك بولادك. بدي شوفك بآخر أيامك مرتاحة ومبسوطة من قلبك. كل هدفي كان إني أسعدك. سهر، الممرضة قالت لي إنها صارت أحسن، ما قالوا لكم أي شيء تاني؟
لا خالي هادية، بس هي أحسن الحمد لله. شفت الدكتور وقال لي إنه هي منيحة. ألف الحمد لله. لما قلتي لي إنه أنتوا بالمستشفى حسيت رح يوقف قلبي. لو تشوفيني بس كيف طلعت من البيت. كيف صار معها هيك؟ كل يلي صار بسببي سهر. ما فهمت. وعدت أخواتي مشان شوفون وأحكي لهم الحقيقة، وبالصدفة أمي حكيت مع أسماء، وأسماء وعدت لأمي وخبرتها وين مجتمعي. الله يسامحك على هالعملة. كل يلي صار بسببي، بسببي أنا أمي تعبت. سهر أمي، ما قلتي لهم هيك؟ طمنيني. لا ما قلت لهم شي. أمي لا تاكلي هم، تطمني. بدي اياكي توعديني سهر، اوعك تحكي. حاضر امي، يلي بدك يا رح يصير، بوعدك مثل ما بدك. انت بس ارتاحي. خير إن شاء الله يا أولاد. شو اللي مأخركم لهلا؟ لأنه كنا بالمستشفى. بالمستشفى ليش؟ شو صاير؟ الخالة عائشة داخت. داخت؟ إيه، ونحن أخذناها على المشفى نطمن، وضلت سهر عندها. خير إن شاء الله. طيب يعني شلون وضعها هلا؟ الدكتور شو قالكم؟ لا طمنونا إنه صار وضعها منيح وتحسنت، الحمد لله مرقت على خير. إيه الحمد لله على سلامتها. يلا هلأ بروح بحكي مع سهر لأطمن. بس كم يوم، هنن كم يوم وبخلص منك وبرتاح. هاي أقل عقوبة بحقك يا جنار. خالي هادية، مو كان أحسن نضل قاعدين عند أمي؟ بركي احتاجت شي. مبينة تعبانة وما رح تصحى، تركيها تنام شوي وترتاح. مثل ما بدك. رح أتصل على البيت. إيه لازم تخبري زوجك بلا ما يعمل لك شي مشكلة. ألو. ايه سهر وينك انتي؟ تعرفي قديش الساعة؟ ها؟ وليش ما عم تردي على تليفونك؟ لو تعرف شو صار. الخالة عائشة داخل واسعفناها ومضطرة ضل الليلة عندها، ما فيني اتركها. وشو دخلك بالخالة عائشة؟ شو ما في حدا غيرك بالعيلة؟ خلي مرت عمك تضل عندها، مو هي قرايبتها؟ شو دخلك لتضلي عندها؟ يلا تعي على البيت بسرعة ماشي؟ هلأ تأخر الوقت وصار صعب تجي مرت عمي. خليني ابقى عندها اليوم اذا بتريد. طيب طيب، شو ما قلت رح تعملي اللي براسك. خلص روحي. شكرا. شو عم تساوي روز؟ عطيها التليفون بدي احكي معها. اكيد روز مو قاعده ناطرتك، سهرت كتير واستنتك وبكيت لما ما اجيتي وبعدين راحت نامت. بس لي اياها والصبح حاكيني مشان انا احكي معها ماشي؟ طيب طيب. شو صاير كمان؟ مو جاي اليوم؟ قال الخالة عائشة تعبانة وهي معها بالمشفى. أنا رح أنجلت منها وآخرتها مع هالمرة. هديك مروقة على سهر وعلى دلالة، أما أنا ما حدا سائل عني بنوب. أنا برأيي إنه دعي لتضل عايشة، لأن اختفت يومين سهر كانت رح تروح فيها، بقى إذا ماتت ممكن تنتحر. مو فهمانة كيف متحملة، وشو اللي مسكتك لهلأ؟ مو معقول. والله أمي معها حق. يا ترى شو قصتها لهي المرة؟ وليش سهر متعلقة فيها؟ في سر وراها.
علاقتهم مع بعض مو طبيعية، أكيد في إنا. لو كنت متأكدة إنكم رح تصدقوا برهقتي وتسامحوني كنت أكيد قلت لكم كل الحقيقة. أنا مستعدة أضحي بكل شي بس اسمع كلمة أمي. بس ما ضل عندي القوة ولا حتى الوقت. بعدين ما بدي تعرفوا الحقيقة وتسامحوني وتزعلوا علي إذا متت. لأنه إذا صدقتوا برهقتي رح ينحرق قلبكم من جديد وقت تعرفوا إنه أمكم أيامها معدودة. وإذا ما صدقتوني رح موت وأنا شايفة بعيونكم الكره. أنا ما بدي أظلمكم معي لأنه صار الموت قريب مني. ما بتحمل إني يكون سبب وجعكم من جديد. يا روحي انتي عم تتحملي كل هالعذاب بس كرمال ولادك. حاسة فيكي وبعرف قديش صعب تشوفي ولادك قدام عيونك وما تقولي لهم الحقيقة وما تسمعي منهم كلمة امي. كيف بدك يعني ضل ساكتة وانتي عم تعيشي هذا العذاب؟ ما عاد عرفت شو بدي اعمل. صدقيني انا ما بدي غير سعادة. جلنار، الحمد لله على السلامة. شو كيف ملاقي حالك هلا؟ صرتي أحسن ما؟ أنا منيحة لا تقلقوا. ما بتصدقي قديش خفت عليكي. كل ما أشوفك تعبانة بخاف إنك تتركيني. لو سمحتي سهر، أنا ما بتحمل شوفك زعلانة. بدي إياكي تكوني قوية مشاني. صباح الخير. طمني كيف وضع أمي دكتور؟ الحمد لله على سلامتك. أكيد بتعرفي إنه وضعك كتير حساس. التوتر والتعب والزعل ما بيوتوكي أبدا، وأنا برأيي ما لازم تأجلي عمليتك أكتر. أنا أخذت قراري، طول ما أني بقدر أجلها رح أجلها. بس إذا تأخرتي يمكن حتى العملية ما تكون حل. بعرف. أنا إمتى ممكن تطلعوني من المستشفى لو سمحت؟ بما أنك مصرة على التأجيل تقدري تطلعي إمتى ما بدك، بس لازم تنتبهي منيح وتبعدي عن أي توتر أو زعل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. جلنار
جلنار، شو رأيك تنامي عندي اليوم؟ بلا ما تشوفي آسيا وتهزلك بدنك بشي كلمة وتضايقك. سمعتي شو قال الدكتور؟ العصبية والتوتر لازم تبعدي عنهم. لا ما بقدر، بدي روح على البيت وضل قاعدة جنب ولادي، لأنه ما بدي ضيع ولا دقيقة وأنا بعيدة عنهم. يلا خلونا نطلع بسرعة. أهلين معلم. وين صرت فاتح؟ وصلت؟ ايه وصلت، تقريبا صار لي نص ساعة. منيح، بدي اياك تراقب لي اياه على الخطوة. اصحك تشيل عينك عنه، اصحك. لا تاكل هم. جيت بوقتك نديم، هلا كنت فايت من شان لقم الشاي. ما تكون نسيت القهوة؟ لا ما نسيت، وجبت كل شي لازمنا، انت لا تاكل هم. خير؟ صاير معك شي؟ ليش هيك وشك؟ مبارح بالليل جلنار خانه متعبت كتير واخدوه على المشفى. انت شو عم تقول؟ كيف عرفت؟ وكيف وضعها هلا؟ انا شفت قرايبتها لهادية خانم بالمحل، هي خبرتني. قال هادية خانم عندها من مبارح بالمشفى، بس هي لهلا ما بتعرف شو وضعها. الله يشفيها ويعافيها يا رب. انا لازم اروح لهنيك نديم، بدي اطمن على جلنار وشوف شو وضعها، ان شاء الله تكون بخير. طيب ماشي، طمني عنها. ماشي. نحن اجينا. الحمد لله على سلامتك. خوفتينا عليك كتير، صرتي احسن؟ ايه الحمد لله. ليش عذبتوا حالكم واجيتوا؟ انتوا عندكم شغل وما بدي تتعطلوا. الله يسامحك يا خالة عائشة، الشغل ما رح يهرب، بس نحن حبينا نطمن عليك. الله يخلي لي اياكم، فرحتوني بجيتكم كتير. خوفتينا عليكي، كيف حاسة حالك هلا؟ أحسن شوي، أنا منيحة لا تاكلوا هم. طيب الدكتور شو قالكم؟ قال كان ضغطه نازل شوي، يعني ما في شي بخوف. أنتي ما عم تديري بالك على صحتك، هداك اليوم كمان نزل ضغطك وتعبتي، لازم تهتمي بصحتك أكتر من شان ما تخوفين عليكي. ولا يهمك، أكيد رح دير بالي. إمتى رح يطلعوكي من المشفى؟ اليوم رح تطلع. طيب منيح، معناتها أنا بوصلكن. لا ما في داعي أخي، لسه عنا شغل بوراق التخريج، أنا أكيد بوصلها، أنتو لا تاكلوا هم. هي هي الأخبار، يعني المسا منسهر سوا. لو تعرفي قديش استفقدنا لك مبارح، يعني صحية ليلة وحدة بس استفقدنا لك، البيت مو حلو أبداً من دونك. طمني بالك ولا تاكلي هم. بما أنه جلنار فاتت على المستشفى معناتها شكل أمورها خالصة، اليوم أو بكرة بالكتير بيجينا خبرها. إيه وحدة مثل عاملة هيك جريمة بحياتها، هي أقل عقوبة بتستحقها. هي بتموت ونحن بنرتاح، بنرجع منعيش حياتنا. إن شاء الله ما بتطلع من المستشفى عايشة وبتريحني منها. شو صاير؟ شو قصة المستشفى؟ جلنار مبارح بالليل غابت عن الوعي، وسهر أخدتها على المستشفى. ايه وكيفها هلأ؟ ما بعرف، بس وضعها كل يوم عم بيكون أسوأ من قبل، بظن إنه ما لها مطولة. الله يسمع منك يا رب ويخلصنا عن قريب. أستغفر الله العظيم. يعني ما تعودت عليها وعلى طبعها؟ خلص لا تضايق حالك، هو أنا متضايقة عليها، بس مو طالع بإيدنا شي غير ندعي لها.
خالي عائشة، بدك توعديني تصيري تنتبهي على حالك وترجعي أحسن من قبل، اتفقنا؟ اتفقنا. مرحبا. الحمد لله على السلامة. لا تواخذيني، بس هلأ اللي عرفت. كيف صرتي؟ أحسن؟ إيه أحسن الحمد لله. ما في شي تاكلوا همه، خوفتكن ولبكتكن على الفاضي. سيد خليل، فينا نحكي أنا وياك شوي برا؟ مو حاكين للولاد عن مرضها؟ ما لكم مخبرينه الحقيقة؟ هي ما قبلت، أمهم بين الحياة والموت وما حدا من الولاد عرفان الحقيقة. والله كل ما بشوفهم هيك بيتقطع قلبي عليهم، بس يا ريت تقدر جلنار تثبت براءتها من هالقصة قدام ولادها. أكيد وقتها كان كل شي تغير وما كان انحرق قلبي عليهم فوق مرضها كمان. بوعدك أنا رح تثبت براءتها، صدقيني أنا رح ريحها وخلصها من هالعذاب. يي علينا، عم يتصلوا من المكتب، أكيد منشان الملفات نسيت أخذهم. يلا روحوا حبيباتي، ما في داعي تعطلوا حالكم وتتأخروا مشاني. نحن قاعدين هون لسه شوي، روحوا أنتوا. طيب خبريني شو بصير وطمنيني. إيه طمنينا، وإذا لزمكن شي خبروني ماشي؟ الحمد لله على سلامتك خالي عائشة. ديري بالك على حالك وإن شاء الله ما بتشوفي شر. الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله منشوفك المساء. الله يرضى عليكم ويفرحكم مثل ما فرحتوني. يلا سلام. يلا بالإذن. صار الوقت يا جنار، اليوم رح طفي لك النار اللي شاعلة بقلبك من 20 سنة. حتى لو تأخرت بس أنا أخذت قراري. سيد داود، خليل طلع من المستشفى. طيب حاضر. يعني راكب راسك ومعند وبدك تضطرني أزيك؟ لك مو مطلوب منك غير انك تخلي تمك مسكر وبس، مو اكتر. بس مو مشكلة، انا بعرف سكر لك يا. داود خير؟ شو صاير؟ شو اللي معصبك كل هالقد؟ لا تراعبني وتوقف لي قلبي، بس فهمني شو اللي صاير معك، احكي لشوف. يلا انا ماني مطمن لوضع خليل ابدا، كل وقت ما على جلنار وما بتسمعي على لسانه غير كلمة أنا ندمان، من وقت ما مرضت وضميره صحي زيادة عن اللزوم. إيه طيب والعمل؟ داود هيك الوضع ما بيطمن، شو الحل؟ نوال، ليكي أنا موصلة معي لهونها، لا تجي كمان توترين وتحكي حكي بلا طعمة. أنا ما حكيت شي، بس من حكيك واضح إنه هو أخذ قراره، نحن لازم نسكته بأي طريقة ولو شو ما كلفنا الأمر. أنت تركي لي هالقصة، نوال خلص أنا بعرف كيف بدي سكته. شو رح تعمل فهمني؟ للأسف أنت اللي اضطريتني أخذ هالقرار يا خليل. أهلا وسهلا سيبال، تفضلي قعدي. عندي شغل كتير، احكي اللي عندك وخليني أمشي بلا ما تأخرني. دقيقتين بس سيبال، ما رح أخرك. قعدي اشربي لك شي شغلة وخلينا نحكي شوي. ما بدي اشرب شي. تفضل احكي اللي عندك. سيبال، أنا بحاجة لمساعدتك، وأكيد بتعرفي أنه تخانقنا أنا وياسمين وحاولت صالحها بس ما عم تسامحني. لو أنا كنت محلها ما كنت سامحتك، ما حق. لا سيبال، على القليلة أنت تفهمي موقفي، يعني غلط وصار شو فيني أعمل؟ روح أضربه لبياع الورد ولا شو أعمل لحتى ترضى وتصدقني؟ أنا قدمت لها أحلى خاتم وحاولت أني راضية، بس هي ما عم تتقبل مني شي. أنا ما فيني أقول لك شو تعمل،
بس إذا كنت عن جد بتحبها لازم تضل عم تحاول قدرات. شو يعني؟ ما عاد رح يمشي الحال؟ معقولة من ورا بياع الورد أنا وياها نخسر بعض؟ سيبال أنا بس بدي إياكي تساعديني، بترجاكي. بصراحة قدرات، إذا أنت كنت صادق بمشاعرك، الشيء الوحيد يلي قدامك تثبت لصدقك وإخلاصك. بلكي إذا حسيتك إنك جدي أكتر أو فرجيت إنك صادق عن جد ممكن تغير رأيك. الحق معك، حكيك صح. أنا لازم أعمل أي شيء لحتى خليها ترجع لي وبسرعة وبأسرع وقت، لأنك إذا تأخرت ما بظن إنك رح تستفيد شيء. قلي بشو عم تفكر؟ بس قلي الحقيقة. مو قلتي لي على أساس إنه كنت بدي وصلك على البيت؟ شو لما شفت البحر غيرت رأيك؟ منشم شوية هوا ومنتمشى، وين المشكلة؟ لا لا بالعكس ما في مشكلة. ليكي نيسا، أنا كنت بدي حاكيكي بشغلة بتخصني. شو هي هاي الشغلة؟ بصراحة أنا فكرت أني أحكي معك لأنك أنت شجعتيني وقلتي لي لازم نتعامل مع بعض مثل الرفقات وما يكون في بيناتنا حواجز ياسين فوت بالموضوع. أنت هلأ صرت من أقرب الرفقات إلي، خلص أحكي ولا تفكر بنو. شكراً على ثقتك. أنا بدي أحكي معك بموضوع بيتعلق ب... متعلق بمين؟ متعلق بالبنات. يعني أنت لازم تكوني تعرفي شو يلي بالعادة بيعجبكم ويلي بتستنوا إنه الشاب يقدم لكم إياه. شو يلي ممكن أعمله لحتى أفهم على البنت وأعرف شو بدها؟ مثلاً إمتى بتكون حركاتكم دلال وإمتى بتكون تعصيب؟ عن جد أنا ما عم أفهم أي شيء. لا تضحكي، عن جد عم بحكي. يمكن لأنه نحن رجال واضحين زيادة عن اللزوم فما عم نفهم على حركاتكم ونعرف شو بدكم. الشغلة بسيطة وما بدك كل هالتعقيد، بكل بساطة. ليك نحن البنات مندور على الشخص اللي بيحبنا عن جد، وأهم شيء إنه نقدر نثق فيه، مو مثل ما أغلبكم بيفكر إنه نحن بتهمنا بس المال. البنت ممكن تفرحها رسالة صغيرة أو وردة حمراء، كلمة حلوة بتنقال من القلب تاخدنا على عالم تاني. خليك واثق إنه ما في بنت ممكن تسكر بابا بوش الحب الحقيقي. احتمال يكون مني الغلط، بجوز يكون عندي أخطاء ماني شايفها خلت ياسمين تنهي علاقتنا، وبسبب جنانها لتجاكرني قررت تحكي مع شاب تاني. اخترع هذا الحديث لأنه ما عنده جرأة يسأل. كنت حاسة أنك معجب فيني ياسين، اطمن وأنت كمان عاجبني. منيح لحقت وصل لك الملف على الوقت، خفت أني حطك بموقف محرج بسبب تأخيري، بس لما رحنا على المشفى التهيت وأخذنا الوقت. لا تواخذني ولا يهمك، بسيطة، الشغل دائما بيستنى. منيح أنك رحتي اطمنتي على الخالة عائشة الصبح. عن جد شكرا كتير على هالوردات، لهلأ ريحتهم بتجنن، رح روح غير لهم المي مشان يعيشوا أكتر. شو هالوردات الحلوين؟ من وين اجونا؟ موكلك جاب لك ياهن عمر؟ لا أنا اشتريتهم. وصاير عم تشتري لها ورد كمان؟ مو جاي على بالي غير روح نتف لها هالوردات. على مهلك على الدرج أمي. جلنار؟ الحمد لله على السلامة يا روحي، شغلتي لنا بالنا عليكي كتير، كنت رايحة أزورك لأطمن عليكي. شكرا نوال. استني وقفي خليني ساعدك، وأنا خبرت لجنان تغير لك الشراشف وتحضر لك غرفتك. لا تعزبوا حالكم، أنا بساويهم. شكرا مرت عمو، عم ساعدها لا تاكلي هم. إيه العم ما كانت تعرف تموت؟ قلت لحالي بيجينا خبرها من المستشفى. تفضلي أمي.
تعالي لهون ماما. شو رأيك تغيري ثيابك؟ خلاص اطمني بنتي، صرت منيحة. أمي أنا هلأ مضطرة أني روح على البيت، بترجاكي ديري بالك على حالك، تسطحي وارتاحي، مو هلأ تقومي تشتغلي بالأكل وتتعبي حالك. منيحة أنك جيتي، الحمد لله أنك معي. منيح أنك أنت موجودة جنبي، وإن شاء الله حنضل سوا طول العمر. كرمالي لا تفكري بشي ولا ضايقي حالك. ايه امي سهر، انا لو ما اجيت امبارح ولو ما صار معي اللي صار، كنتي رح تحكي لاخواتك وتخلفي بوعدك؟ انا ما بدي اياكي تزعلي مني، ولا بحياتي ممكن اخلف بوعدي معك، بس كل الوقت عم حس انه عم اظلمك واظلمه، خصوصي اني انا الوحيده اللي بعرف الحقيقه وساكته. أمي أنا كتير متفهمة موقفك، بس أنتي حاولي تتفهميني. حكينا بالموضوع سهر، أكيد ما فيني ضل عم راقبك، بس إذا كان إلي خاطر عندك ما تحكي بالموضوع، وإلا ما رح أرتاح وأطمن. أنا بعرف إنه عم تعملي هيك مشاني، بس لا أخواتك عندهم القدرة ليتفهموا، ولا أنا رح يكون عندي الوقت لحتى أثبت براءتي. طيب أنا رايحة، رح أتركك ترتاحي هلأ. سهر، في إلي عند خالتك هادية ألبوم صور، بس تلاقي حالك فاضية جيبي لي إياه. تكرمي أمي. آخ منك يا سهر، رح تضلي تعبتيني عطول. بعرف إنه ما بدك غير تحققي لي حلمي وتشوفيني مبسوطة، بس ما رح نقدر بهذا الوضع اللي نحن فيه هلأ. مستحيل، ما رح نقدر، ما فينا نغامر. ما حكيتي معك؟ كرمال الله يا سهر، خلينا أسكر هالموضوع. أنا بعرف نيتك طيبة، بس لا أخواتك عندهم قوة يفهموا هالشي، ولا أنا عندي الوقت لأثبت لهم أني بريئة. أنا واقعة بين نارين وما بعرف شو بدي أعمل. يا ربي ساعدني ودلني على الطريق الصح. كيف بدي أضل ساكتة وأنا عم شوف أمي عم تتعذب، عم تتعذب بآخر أيامها من حرقة قلب أولادها. حتى أخواتي من حقهم يعرفوا أنه عندهم هي الأم الحنونة. كيف بدي أطلع بوشهم بعدين وحط عيني بعينهم؟ الخيارين أصعب من بعض، إذا سكتت أو إذا حكيت. يا روحي انتو، لو تعرفوا انه كل دقيقة عم قضيها معكن عم تعوضني عن العمر كله. صح انا ما شفتكن وانتو عم تكبروا، بس انا هلأ رضيانة وفرحانة بمحبتكن إلي، حتى لو كنت بالنسبة إلكن الخالة عائشة. المرض والوجع وحتى الموت اللي صار قريب مني، كل هدول بنساهن بلحظة لما شوف ضحكتكن. يمكن عن قريب اضطر اترككن وبعد عنكن، ما بدي اكتر من انه تذكروني بكلمة منيحة،
واترك بقلبكم ذكرى حلوة. أكيد رح أشتاق لكم كتير لأني لسه ما شبعت منكم، بس اللي رح يواسيني إنه صار إلي مطرح صغير بقلبكم وذكريات حلوة معكم. لقيته، تفضلي، هذا الألبوم تبع أمك. شوفي شو عاملة. كيف مجمع صورنا كلياتنا؟ كتير مقهورة خالي هاتيا، قلبي عم يتقطع على أمي وقت شوفها موجوعة. بدك تطولي بالك، وضع أمك مانو سهل وما فينا نعمل لها أي شي، بس مندعي لها الله يكون بعونها ويتلطف فيها. لو تعرفي كيف عايشة بالخوف وكل الوقت عم بحلم إنه تجي اللحظة هي اللي بدي إياها تتعافى وتطيب من هالمرض. آسفة، بس أنا ما بدي إني أتشائم أو أفقد الأمل. أنا لازم أمشي. بدك تصبري وتكوني قوية، نحن منعمل اللي علينا ومندعي لها بالشفاء. وتأكدي ما بيصعب شي على ربنا، ماشي؟ يلا. Geçer sanmıştım aylar geçti unutmadım seni gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda gözlerindeki o tebessümü görmek için Thank you.